توقعاتك ايه لمباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر؟ هيكسب ان شاء الله الاهلي، هيكسب باذن الله. 2-0 بس توقع يعني. شايف اداء الاهلي عامل ازاي الفتره الاخيره؟ اللعيبه مرهقه بس شويه، محتاجين الحمل البدني يبقى يتظبط على حسب المباريات اللي عندهم يعني. اداء الشناوي في مباراه القمه كنت شايفه ازاي؟ ومؤخرا يعني شايف اداء الشناوي عامل ازاي؟ لا ما عجبنيش الصراحه. توقعاتك ايه لمباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر؟ الاهلي ان شاء الله هيكسب، هيكسب 2-0. وبيراميدز هو بصراحه الاهلي يعني المدير الفني اللي هو مشي موسيماني ده يعني بصراحه هو كويس، بس انا شايف ان الاهلي ناقصه يعني لعيبه كويسه يعني، برضو حسين الشحات مش هو الوينج وجهه نظري اللي هو يعني فهماني، بس هو كان معاهم مدرب كويس هو اللي ظابط النادي الاهلي. وغير ان بيراميدز دايما يعني في المطوشة اللي فاتت بيراميدز كعبه دايما عالي على الاهلي في المطوشة عامه يعني، فانا اتوقع يعني انا كزملكاوي نفسي اكيد بيراميدز هيك ان شاء الله يكسب 2-1. رايك ايه في اداء الشناوي مؤخرا وخصوصا في مباراه القمه؟ لا الشناوي بصراحه يعني انا شايفه يعني حارس كويس يعني، برضو لسه محافظ على مستواه حتى لو مستواه نزل شويه لا غنى عنه. توقعاتك ايه لمباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب الاهلي، بس هو بس مش عيب المدرب موسيماني اللي هو مشي، العيب ما عندناش وسط ملعب حلو، ما عندناش راس حرب حلو لغايه دلوقتي صريح بيقدر يهدف المرمى حلو كويس، ما فيش الكلام ده، لازم نشوف لنا وسط ملعب حلو، نشوف لنا راس حرب حلو. ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله هيكون متحسن عن الماتش اللي فات بتاع الزمالك تمام، وهو هيكون احسن بكتير يعني ان شاء الله، والشناوي يكون في حاله احسن من اللي هو يكون في اللي كان فيها الفتره اللي فاتت، وان شاء الله يعني خير يعني فيها هيبقى فيه تقدمات يعني. توقعاتك ايه لمباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر الحد الجاي؟ هو الصراحه توقعاتي ان احنا هنكسب بيراميدز، اكيد بيراميدز فرقه مش سهله، هي فرقه صعبه تمام وفيها لعيبه حلوه، بس الاهلي الفتره دي مهزوز شويه يعني، مثلا ماتش الاهلي والزمالك الشناوي كان مهزوز شويه في الماتش، ما عندوش ثقه هو ولا علي معلول، علي معلول محتاج تدريب كبير بعد الاصابه اللي كانت فيه الصراحه، محتاج تأهيل الصراحة. محمد هاني الصراحة يعني لعيب كبير بس برضو في متوشة ومتوشة بيكون حلو فيها. رسالتك ايه للشناوي وشايفه زي الفترة الأخيرة؟ ان هو يشتغل على نفسه شوية، يرجع الثقة اللي هو كان فيها تاني، اللي هو كان واصل فيها للمستوى القديم، زي في المنتخب ماتش أورجواي كان الصراحة خد مان اوف ذا ماتش، وباذن الله ربنا يوفقه يعني. رايك ايه في اداء الشناوي مؤخرا؟ رايي ان هو يريح شويه وبلاش شد العصبي بتاعه دوت. توقعاتك ايه لمباراه الاهلي وبيراميدز يوم الاحد الجاي في كاس مصر؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 ان شاء الله. شفت اداء الاهلي ازاي الفتره الاخيره؟ هو الفريق متذبذب شويه بالذات الشناوي يعني، بس اهو يعني الحمد لله الدنيا ماشيه، ان شاء الله نكسب الماتش اللي جاي. رايك ايه في اداء نادي الاهلي مؤخرا؟ لا هو كان يعني 75% يعني، مش اللي هو وقع خالص، بس هو يعني في تشكيله غريبه كده هم بيلعبوا بيها اللي هي اساسا مدمره الفرقه، اللي هم اساسا مش لاعبين اساسا. طيب ايه رسالتك للشناوي وهل شايف ان هو اداؤه الفتره الاخيره مش زي كل مره ولا ايه؟ هو الشناوي جت عليه فتره كان احسن جوان في مصر، بس هو الفترة الأخيرة دي مش عارف إيه اللي حصل له، بس يعني إن شاء الله يرجع، إن شاء الله عشان هو لازم يرجع عشان هو أملنا يعني.